بتاع النهارده انا هتكلم على حاجتين مهمين جدا. اولا البيرد بون، تاني حاجه زي ما انتم شايفين طبعا دقني هيشه جدا ومش متظبطه، فهمشي معاكم في البروسيس واحده واحده ازاي تستعمل السشوار وتفردها ازاي، عشان في اوقات الناس بتبقى قلقانه وفي حتت متكسره في دقنها عايزه تفردها والكلام ده كله. انا هركز في القصه دي وهوريكم ازاي تستعملوا السشوار مظبوط. بصوا يا جماعه، مبدئيا لما تيجي تستعمل السشوار، طبعا الفرشه دي انسب فرشه. لا بصوا يا جماعه، دي اهم فرشه في الموضوع ده، لان هي الفرشه دي احسن فرشه ممكن تستعملها للموضوع ده. اولا لان فيها الدبابيس بتاعتها صغيره جدا، فممكن يعني هتعرف تشيل الشعر ايا كان خفيف او تقيل هتعرف تخش فيه. في فرشه تانية دي اتخن شويه والدبابيس اللي فيها كتيره، فدي مش هتنفع قوي، مش هتعرف تخش فيها. ممكن لو حد شعره خفيف ماشي، بس لو شعره مش خفيف مش هتخش وتعرف تطلع الشعر كده، فاهم؟ فانت مبدئيا عشان بس نبقى فاهمين انت بتستعمل ازاي السشوار مع الفرشه، انت بتمشي اولا مبدئيا الحته اللي هي متكسره، انت بتيجي عند حرف وشك بالظبط وتيجي وتروح جاي من فوق ماشي عليها لحد تحت من غير ما تعمله كده في وشك عشان ما تحرقش. بتيجي كده برضو من الجنب بتعمل نفس القصه، تقعد تنزل بيه لحد تحت. تمام، لحد تحت طبعا، هي كده لسه ما اتعملتش. انا هوريكم ازاي هيخلص ده الشكل بتاع دلوقتي، ولما يخلص هيبقى عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين الحته اللي هي المتكسره اتفردت، لان في حتت بتخش عندنا كلنا، يعني لو انت محظوظ قوي دقنك هتنزل ليها بلوك كامل كده، يعني الحمد لله على كل حاجه، بس انت مش محظوظ ان انت عندك الحته دي مفروده، فهتضطر انت تفردها لو عايز، يا اما هتاثر دقنك قوي لحد قبل الحته المتكسره، فطبعا اكيد انت مش عاوز تاثر دقنك لحد ما تبقى هنا يعني. ففي طريقه تانية، بس يعني انا دي الطريقه دي انا مش بحبذها. الطريقه دي ان انت برضو نفس الكلام، بتيجي عند مثلا لقيت حته مكسوره بتيجي عندها وتروح فارد المشط ونازل بيها فاردها، بتمشي حته وتروح لففها ونازل بيها. طبعا بتفرق، ممكن يعني كل طول ده بتفرق عن التاني، يعني انت ممكن لو دقنك اطول شويه دقنك اقصر شويه ممكن تعمل فيها كده، بس لو دقنك طويله هيبقى متعب شويه الموضوع بتاع المشط ده. الخطوه الثانيه هتعمل ابلاي للبيرد بالم. البيرد بالم ده ايه الفرق بينه وبين الواكس؟ البيرد بالم اخف شويه ومعمول سبيسيفيكلي للدقن، لدقنك يعني. الواكس بتعمل شنبك وبتقي بتنيم الحته الواقفه، بس البيرد بالم هو اللي هيديها شكل البلوك ده ويفضل ثابت عليه، ولو طلع ممكن تنيمها بالبيرد بالم. بتستعمله ازاي؟ طبعا زي ما احنا عارفين بظهر ضفرك، تمام، تسريحه بقى مختلف. تمسك المشط وتيجي الاول من تحت تسرح دقنك كلها لفوق، تمام، وبعدين تروح نازل بيه لتحت، تمام. طبعا لو انت دقنك انت ممكن تستعمل مشط عادي وممكن تستعمل مشط الخشب. مشط الخشب ده احسن حاجه لو دقنك
تقيلة وخشنة عشان ما بيبقى قطعش الشعر، فهتعمل نفس القصة بص يعني خفيف جدا على دقنك مش مؤذي. يا اما لو عايز تستعمل اي مشط فتحات واسعة عشان ما يعملكش مشكلة. تمام، لو في اي اسئلة حاجة مش واضحة في الفيديو ابعتولنا على هاشتاج اسأل شعراوي، اسأل اندرسكور شعراوي على تويتر، او في الكومنتس في الفيديو اكتب الكومنتس اللي انت عايزها، وعلى فيسبوك او انستجرام. اي اسئلة هتروح في اي واحد من دول هنرد عليها. بس كده، سلام.